بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا، لا أخفى عليكم قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: الأحزاب الإسلامية الموجودة عندنا، التبليغ، الإخوان، الصوفية، حزب النور السلفي، من هو على الحق أو الضلالة؟ وإن نجد عندنا الفرقة الناجية؟ طيب، بعد أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبعد أن انكسرت الفتنة، انكسر باب الفتنة وفتحت الفتن باستشهاد من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد أن وقع السيف بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، باستشهاد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه على أيدي البغاة الخوارج، ثم وقع السيف الذي لن يرفع إلى يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بعدها ظهرت في عهد علي بداية الفتن رضي الله عنه، بداية الفتن، ثم انقسم الناس إلى شيع وأحزاب بسبب فتنة عبد الله بن سبأ لعنه الله، اليهودي الذي أولا أثار على عثمان ثم أثار على علي، ثم ظهرت بعده رفضت الرافضة وتجهمت الجهمية وخرجت الخوارج واستبطنت الباطنية وتمشعرت بعد ذلك الأشاعرة وظهرت الماتر وغيرهم. المسلمون كانوا على قلب رجل واحد، كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: وهي الجماعة. هذه الرواية الأصح، والرواية الأخرى وهي حسنة، قال: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنا أقول يا عبد الله ما قاله السلف الصالح، بأن أي انتماء لغير منهج أهل السنة والجماعة بغض النظر عن المسميات التي قد تزركش وتزين، أي تجمع لا يعنى بالإسلام كله عقيدة وأحكاما وآدابا وأخلاقا وحدودا وعبادة، أي مبدأ لا ينطلق من هذا المنطلق، وأي جماعة لا تطبق هذه المبادئ، فهي جماعة فاسدة لا يجوز التعويل عليها. هذا أمر. الأمر الثاني: أن الإسلام جماعة واحدة ولا جماعات؟ الإسلام جماعة واحدة، وقد ذم الله الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه المسميات ظهرت في هذا العصر كما ظهرت المسميات بعد ظهور الفتن بعد الخلافة الراشدة، فظهرت في هذه السنين ولا سيما منذ نحو 80 عاما مسميات جديدة كثيرة لا تعد ولا تحصى. بالأمس دعت بعض الفرق الضالة إلى الخلافة وإلى أنها قد قامت دولة الإسلام على حد زعمهم، وقد نبهت على هذا قبل 2 أو 3. وهكذا قبل، وكنا في بلد إسلامي قبل بضع سنوات، فواحد ادعى الخلافة على 20 شخص موجودين معه، 20 شخص. هذه أحزاب أكثرها تمول من أعداء الإسلام وهم لا يشعرون، والبعض قد لا يشعر، والبعض يشعر، البعض يشعر والبعض لا يشعر. وكل هذه المسميات التي ذكرت تجمع على أمرين:
الأمر الأول بل على ثلاثة أمور. الأمر الأول طلب الكراسي والحكم، والأمر الثاني طلب الشهرة والمخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، والأمر الثالث عدم الاهتمام بدعوة التوحيد، فإنه لا توجد جماعة من الجماعة التي أشرت إليها تدعو إلى توحيد الله الخالص، بل تدعو إلى مجرد التجميع بغض النظر على أن اهتمامات بعضها تتعلق بالسياسة والاقتصاد والمال والحكم والمناصب، والقسم الآخر يتعلق بالتصوف والزهد والترغيب والترهيب حتى بغير ما أنزل الله عز وجل. وأرى أن تعتزل تلك الفرق كلها وأن تسير على منهج أهل السنة والجماعة أيا كان بلدهم وأيا كان موقعهم، وهم أتباع السلف أهل السنة والجماعة، السلفيون أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. هذه تعني مسمى واحدة، بغض النظر على أنه قد يكون عند بعضهم تقصير، قد يكون عند بعضهم يعني عدم تقصير في جنب الله عز وجل، لكن أعني من يأخذ الإسلام كله عقيدة وعبادة وفقها وحدودا وأحكاما وآدابا، هذه الفرقة الناجية. ولله الحمد تتمثل فيما قامت عليه هذه البلاد، وما قام عليه الحكم، وما قام عليه علماؤنا في هذه البلاد المباركة. لا شك أن هذا توفيق من رب العالمين، حيث اختارهم الله ليقوموا على خدمة هذه البلاد المقدسة، ولا شك أن هذا فضل من رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه. ونحن لا ندعي الكمال لأحد، النقص موجود، لكن لا يوجد من يمثل هذه الجماعة التي أشرت إليها بشكل دولة قائمة إلا هذه البلاد. ولكن لا يعني هذا أن الجماعة غير موجودة كأفراد، هذه موجودة في كل مكان ولله الحمد والمنة في بلاد المسلمين. أما تلك التحزبات التي تتصارع على الحكم في بعض البلاد، فوالله هذه ما جرت على المسلمين إلا الدمار والخراب والويلات، فعليهم أن يرجعوا إلى الله. يكفي أنها لا تدعو إلى توحيد الله، لا توجد جماعة من هذه الجماعات تدعو إلى توحيد الله، لا توجد جماعة تدعو إلى تحكيم الشرع على الوجه الصحيح. وبعضهم لما تمكن لم يقم شرع الله، بل صرح أن شرع الله لا يصلح لبلاده في مثل هذه الظروف. فإذن هذه يعني إخوان لا نغتر بالمسميات ولا نغتر بالمظاهر، إنما علينا أن ننظر إلى الحقيقة والواقع. فأي شخص يدعو إلى تطبيق الشرع ويدعو إلى التوحيد ابتداءا، ويقيم دينه على توحيد الله عز وجل، ويبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ويؤسس منهجه عليه، ويطبق الإسلام ظاهرا وباطنا، ويدعو إلى توحيد الله الخالص الخالي من كل كدر، فهذه هي الجماعة التي تدعو إلى الله. وأما من لم يدعو إلى ذلك فهي جماعة فاسدة بغض النظر عن انتماءاتها أو مسمياتها. ونحن لا تعني المسميات، إنما الذي يعنينا هو التطبيق الحق لقال الله وقال رسوله عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا وحدودا ومنهج حياة. فهذا هو الطريق الذي فيه فلاحنا ونجاحنا في الدارين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنا أعرف أن البعض من الإخوان هداهم الله من إخواننا قد يقول أنت الآن تضيق يعني واسعا فتحصر الجماعة في فئة معينة. نعم، لست أنا الذي حصرتها، إنما الذي حصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل وهي الجماعة، والقائل من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه.